فإننا هنا نجدد تأكيدنا على موقف شعبنا الراسخ الثابت في رفض كل مشاريع ومخططات التهجير في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس. فشعبنا لا يقبل عن وطنه بديلا ولا يرضى عن أرضه أرضا أخرى، ففلسطين كانت وستبقى للفلسطينيين ولا مكان لغاصب فيها. ونؤكد هنا موقف المقاومة الثابت في رفض هذه المشاريع، وشكرنا لكل من وقف إلى جانبنا من أشقائنا العرب لإفشال هذا المخطط الذي أراده العدو وحاول بلينكن تسويقه في المنطقة. وأنا سأعرض عليكم لفيديو لطفل يخرج الليلة الماضية من تحت الأنقاض، واسمعوا ماذا يقول. هذا هو الشعب الذي يخرج من تحت الأنقاض، أمه شهيدة وشقيقاته شهيدات، يخرج من تحت الأنقاض معتزا بانتمائه لفلسطين، ثابتا صامدا في أرضها في شمال قطاع غزة الذي أراد الاحتلال أن يفرغه منذ أكثر من 65 يوماً.